الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، سنن ابن ماجه، ما زلنا مع كتاب الطهارة وسننه. هنا المصنف روى حديثا قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومن ثقات الأزبات، روى شيخ من أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا زيد بن حباب ومن ثقات حاء وحاول إسناد حدثنا محمد بن بشار بندار من ثقات الأزبات، روى له الجماعة. نعم، قال حدثنا أبو عامر العقدي ومن ثقات، قال حاء حول إسناد حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو أحمد الزويري أيضا من الثقات. طيب، هنا قال المصنف قال عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي رواية عن محمد أبي سفيان أنه سمع جدته بن سعيد، وهذا حديث أيضا، شوف كل حديث، هذه قاعدة حديثية، فما كل حديث جاء في الوضوء فهو ضعيف كما قال أحمد وغيره، كل حديث جاء في الوضوء فهو ضعيف. الحق أن كل أحاديث التي جاءت في التسمية في الوضوء هي أحاديث ضعيفة، ولو قلنا تعاضدت وارتقت إلى الحسن فهذا سيأتي توجيهه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذه معناها أنه إن لم يسمي لم تصح طهارته، إذا لم تصح صلاته التي ترتبت على هذه الطهارة التي لم تصح بعدم التسمية. وفي رواية قال قال رسول الله لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي رواية قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار. وهذا كله حديث منكر، هذا حديث منكر، كل الأحاديث التي مضت كله أحاديث ضعيفة، وإن كان الشيخ الألباني حسن هذه الأحاديث وقال تتعاضد وترتقي إلى درجة الاحتجاج، لذلك قال الزهرية بأن التسمية واجبة في الوضوء. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم حدثنا عيسى بن مرحوم العطار حدثنا عبد المهيمن بن عباس فذكر نحوه، قال البصيري هذا حديث ضعيف. الحق أنه قد دلت هذه الأحاديث برمتها وبمجموعها على أن التسمية واجبة للوضوء، أن التسمية واجبة للوضوء، وأن الوضوء لا يصح بدونها، وهو قول بعض أهل العلم في واحد روايتين عن أحمد، وطبعا قول الظاهرية هم الذين قالوا بأن الوضوء متوقف على التسمية، والمعنى أنه طبعا بعض العلماء يفرق بين الناس وبين العامد، التارك عامدا وضوء لا يصح، وإذا كان ناسيا وضوء صح، إذن التسمية غير مؤثرة. الذي يفرق بين العامد والناسي يبين أن التسمية غير مؤثرة في هذا الباب. فهنا الحق أنه قال جمهور أهل العلم الشافعية والحنفية والمالكية بل ورواية عن أحمد أن التسمية سنة مستحبة، وأصلها عموم الأدلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمن الديبال لم يدع فيه بسم الله فهو أبتر فهو أجزم. فمن السنة يقول بسم الله، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولو قال قد قال به بعض العلماء على الزيادة، يقول بسم الله لأنه قال التسمية أقلها أن يقال بسم الله. وظاهر مذهب أحمد أن التسمية أيضا مسنونة في طهارة الأحداث بأسرها، وهذا الصحيح. والظاهرية قالوا بوجوب التسمية، والحنابلة أيضا قول لهم قالوا بوجوب التسمية، والصحيح أن التسمية ليست واجبة، التسمية ليست واجبة في الوضوء. أما الحنابلة قالوا بوضوء. الفرق بين القولين أن من قال بوجوب التسمية قال من تركها بطل وضوء، ومن بطل وضوء بطلت صلاته عليه الإعادة، ومن قال بأنها الاستحباب أنه ترك الأكمل. ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله إما أن يكون على ظاهرها أو لها التقدير، يعني النظر في هذا الباب إما أن يكون لها تقدير وإما أن تكون على ظاهرها. التقدير عند الجمهور، شوف الوضوء بالنسبة للتسمية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، نقولنا أن النفي هنا إما يسلط، النفي يسلط على 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 التأصيل على الوجود، فإن وجد يسلط على الصحة، فإن لم يكن جاءت القرينة بصرفها يسلط على الكمال. يسلط على الوجود غير وارد، لأنه توضأ استخدم الماء ومضمض واستنشق واستخدم الماء لوجهه ليدي، يبقى الوجود غير وارد، يبقى لا وضوء يعني لا وجود، هذا غير وارد، يبقى النفي ينصب على ايش؟ على الصحة أو الكمال. فالنفي على الصحة هذا قول الظاهرية وأحمد، قالوا لا وضوء يعني لا وضوء صحيح بغير تسمية، فقالوا هنا يترتب عليها أنه لو توضأ مطلق نهاية الفساد، يعني يطلق عليها هنا، يبقى معنى الكلام بأنه إن توضأ ولم يسمي فصلاته باطلة، يعني وضوء إيش؟ باطل، فصلاته المترتبة عليها باطلة.
وإن قلنا يسلط على الكمال، وهذا قول جمهور أهل العلم، قالوا إن كان يسلط على الكمال يعني لا، يبقى هنا لابد من التقدير، فلا وضوء يبقى هنا لابد من تقدير، لا وضوء، لا وضوء كامل كامل، يبقى مع ذلك هنا أن نقول أو تجهري بها ما فيها شيء، لا وضوء كامل، وهذا صحيح. وإيش اللي جعلهم يصرفون مع أننا نقول الأصل عدم التقدير، والأصل أن النفي يسلط على الصحة لا على الكمال؟ فقالوا القرينة في ذلك الآية، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوه، فتولى حكمها تفصيلا لا إجمالا، لأنه قد يقول لي في القرآن إجمال وجاء التفصيل في البيان في السنة، فيكون ما خرج بيان للواجب فهو إيش؟ واجب. لا، الله تعالى جعلها التفصيل لا على الإجمال. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، كل هذه أركان الوضوء. ذكر الأركان تفصيلا فلم يكن إجمالا. والأمر الثاني، الحديث ضعيف أصالة. لذا نحن نقول ما في تسميع الوضوء إلا بعموم ما جاء لا بالتخصيص. ما الذي قال بالوجوب قال التخصيص الحديث، إلا بعموم قوله كل أمر ذي بلى يبدأ به بسم الله فهو أبصر، فيكون هذا المسألة على التعميم، والتعميم يجعلنا نقول بأن 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 النفي يسلط على الكمال لا يسلط على صح على الصحة، فيكون صحيح الراجح في ذلك أن التسمية على الوضوء من باب الكمالات، التسمية على الوضوء من باب الكمالات، وهذا قول الشافعية والمالكية والحنفية، وأيضا رواية أحمد موافق الجمهور هو الأفضل والأصح خلافا للظاهرية ورواية عن نعم يكفي التسمية قبل دخول المرحاض، ويكون النية أيضا التسمية التي هي حفظا لك وسترا من العورات من عين الجن، وأيضا تسمية تسبق الوضوء، يكفي ذلك. فإن ترك التسمية ناسيا أو عامدا فالوضوء صحيح، فالوضوء صحيح. وإن كان قبل أن يكمل الوضوء فله أن يقول بسم الله أول في أوله وإيش وآخره، بسم الله في أوله وآخره. هذا بالنسبة لسنن ابن ماجه. الفوائد المستنبطة، فضل الخبر الذي يراد به الإنشاء، يعني سموا الله حين الوضوء، لو دول من لا تسمعت له لمن لم يذكر اسم الله، معناها اذكر اسم الله عند وضوءك. بالنسبة للقول إلى صلاة لمن لا يصلي على نبي، هذا خلاف، الشافعية يرون بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، المالكية والحنفية لا يرون وجوبها، يعني من صلى لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته صحيحة لكنها ناقصة الكمال. عند الحنابلة أيضا كالشافعية يقولون بوجوب الصلاة على النبي في التشهد الأخير، في التشهد الأخير بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لكن قول الجمهور أقوى، لأنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، ابن مسعود قال يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في رواية قال علمه التشهد أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم قال له ولتتخير من الدعاء ما شئت. فقالوا لما سكت عند التوحيد وقال له تتخير من الدعاء ما شئت، دل ذلك على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستحبة في الصلاة فليست واجبة. قلت هذه النظام بأنها واجبة لأنه قال قولوا اللهم صل على محمد فهو واجب. الفائدة الثالثة، السياق من المفسرات، السياق من المفسرات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.